يعطيكم العافية. بعدنا مكملين مشاهدينا فقرات اليوم لأهل الكويت، واليوم في ضيافتنا الفنان التشكيلي فهد الهاجري اللي حصل على جائزة سمو الأمير 2016 و2017. طبعا احنا نبارك له على هذه الجائزتين، وبنفس الوقت طبعا مثل ما انتم شايفين يعني منحوتاته مالية الاستوديو عندنا. بالبداية نرحب فيك في ليالي الكويت. الله يسلمك ويخليك. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. سعداء جدا بوجودك. الله يسلمك. ويا الأمانة يمكن كان معانا قبل شوي الدكتور مشعل حياة، فكان وايد يثني على هذه المنحوتات الجميلة وقال يبي ياخذ شوية منهم حق فرنسا. من دوخة والله، وحاضر دكتور. يعطيك يعني العافية وأنت فعلا بس يعني. بس أصلح معلومة، هو كانت جائزة الأمير إن شاء الله باكر الافتتاح، اللي خذيتها الجائزة جائزة مهرجان القرين. حلو. ايه فباكر افتتاح ان شاء الله جائزة سمو الأمير ان شاء الله على ان شاء الله خير. طيب اخوي فهد، خلينا نتكلم من البدايات كلش. يعني حضرتك درست الحقوق وتخرجت على اساس انك يعني محامي، لكن تركت المحاماة والحقوق واتجهت على طول للنحت والفن التشكيلي. والله شوفي، المحاماة هي يعني قولين مهنة اوكي، غير الموهبه او غير الهوايه طبعا. المحاماه اشتغلت فيها فتره، لكن اخذت مني وقت يعني كثير، يعني اخذت من وقتي وايد يعني. ما لقيت نفسك عندي فيها يعني المحاماة؟ لقيت نفسي فيها والحمد لله كنت يعني ناجح فيها، لكن اخذتني من كثير اشياء انا متعلق فيها يعني. فطلعت من المحاماة واتجهت إلى الشغل بالحكومة. يعني طلعت من أنك تدخل فلوس لي تصرف فلوس على المنحوتات هذه. إيه فعلا يعني. فعلا خاصة النحت وايد الأمور أو معداته وايد مكلفة، وأحيانا نطلبها من برا يعني، مو موجودة مو متوفرة بالكويت بالذات النحت يعني. أي. حتى جمهورها يعني خاص يعني، مو أي أحد يعني يفهم بالمنحوتات هذه ويشتريها ويقتنيها يعني، مو الكل. والله في ناس يقتني بصراحة بالكويت، عندنا ناس ذويقة ويقتنون المنحوتات يعني. حلو. بس الشغل اللي فيها، قولي الشغل اللي فيها وايد متعب. الشغل والأدوات يعني، أنت الأدوات من أول ما شفته كنا أدوات النجار أو مقاول أو شيء شي يعني. أنا أعتقد الـ يعني المعمل عندك هذا مو مرسم. الورشة طبعا هي ورشة تختلف عن المرسم يعني. أوكي. أدوات النحت وايد خطرة. أي فعلا، سواء رخام أو جرانيت. أنا أشتغل أيضا على الرخام. أشتغل رخام وجرانيت بس هذا وايد قاسي. لها معدات، نفس المعدات هي تقريبا الجراندر او الصاروخ نسميه احنا حق القط، لكن الصينيه احنا نسميها صينيه هذه زين، تختلف تصير دايموند. اي اوكي، يعني حديده وفيها دايموند اللي هي روس دايموند عشان تقص الرخام. في مره بلشت مثلا قطعه معينه كان ببالك شيء ولقيت روحك رحت لجهه ثانيه وايد، طلعت شيء ثاني وايد يعني. يعني خاصة في بعض الأشجار يطلع فيها العروق من داخل يعني، أنت وأنت وأنا أشتغل مثلا أشوف أن العرج اللي طالع رايح مكان ثاني غير اللي أنا أبيه، أمشي معاه لا يعطيني شيء ثاني شكل ثاني يطلع معي. فكثير من الأحيان يعني أوكي، منحوتة إحنا أساسا لازم نرسمها أول شيء أو نسويها مكت صغير من طين أو من فلين من أي شيء عشان نشوفها، لأن المنحوتات دائما تكون 3 دايمنشن اوكي، عشان نشوفها من كل جهه، نشوف امكانياتها شلون راح تطلع، فنسويها من طين او من فلين اوكي. فاحيانا وايد ان هذا يروح على جنب يقعد لا وشيء ثاني طلع بعيد عنه يعني. خير بس اخر شيء يرضيك يعني، هالشيء اللي تطلع فيه هو يرضيك طبعا. طيب انا بس بعرف شغله منك، احيانا مثلا يقول لك الفنان لما يسوي مثلا التحفة هذه أو المنحوتة هذه دائما يعني يكون بخياله شيء معين ما يكون هو متوقعة. يعني أنا قاعدة أشوف في بعض المنحوتات عندك أنت شايف شيء فيها، صادفك أحد اللي مثلا حابب يقتنيها يفهمها بشكل مختلف عن اللي أنت تقصده؟ لأن المنحوتات الشغلات التشكيلية صعب من الواحد، مو أي واحد يفهمها. اي طبعا دائما المتلقي زين، كل إنسان له رأي في أو له نظرة في عمل الفني يعني. ممكن انت تكون انت كفنان او كنحات كان لك موضوع معين او راي معين في هذا المنحوته عشان كذي سويتها، اي متلقي او احد من الجمهور يشوفها شيء ثاني يعني، موضوع اخر يشوفها، وهذا الشيء يعني كل واحد وفكره يعني، ما يعني مو خطا هذا الشيء، بالعكس يعني يفتح مجالات كثيره حق الفنان.
أنا قاعد أشوف الخشب اللي موجود، يعني هو هذا الخشب المستخدم أنت تحرص على نوعية خشب معينة موجود متوفر بالكويت أو شو؟ والله الأشجار موجودة متوفرة بالكويت. ننطر واحدة تطيح، واحدة قاصينها، أي فنروح ناخذها، ما نقص شيء احنا. يعني ما مستحيل اني اقص شجرة يعني قائمة الا طائحة او شيء، فاخذها استفيد منها انا. حلو. بس صار لي موقف مرة مع شرطة البيئة، شجرة طائحة بنص الشارع. اي فجيت انا وصديق وياي بنقصها بناخذهم، يعني كانوا يقولون الشرطة والبيئة على بالهم ان انا اللي قاصي، يعني معودين والله مو احنا. هي الشجرة وايد كبيرة، وبعد الامطار اول امطار اللي جتنا هالسنه صارت الارض رطبه ومايله فطاحت. اي على الشارع طاحت، فقعد نقول فهمهم ما رضوا يفهمون، فقلنا خلاص شو نسوي بعد؟ خليتوها. مع انه وايد حلوه كانت، حسفت وايد عليها، ما نمت بالليل. انزين. انا اشوف يعني حتى الخشب الفينشنج مال القطعه الفنيه نفسها يختلف، يعني القامجه هذه شويه فيها لمعه، يعني ملسه وايد. اللي يمها هذا حصان. والسمك كل واحد مختلف، يعني شلون انت تقرر الفينشنج مال كل قطعه فيهم؟ القطعتين هذيلي اللي هو التشينسو شو، يعني بالتشينسو خلال يعني ساعه تخلص هذه من حوتها. اوكي، بس بالتشينسو اللي هو المنشار هذاك من غير اي معدات او من غير اي شيء من تشيزلز او 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 ازاميل. القطعه هذيك هذا اللي فزت فيها في مهرجان القرين، هذيك لا اخذت يعني فتره اسبوع تنعيم بس. أي. تنعيم وسنفره لغايه 3000 اللي هي النعومه تصير كانها ورقه. اي بالماي فتوصل المرحله هذه. تحط عليها ماده؟ لا ما في اي مواد ولا الوان، يعني هذا لونها الاصلي شي. ولا شيء، هذا لون الخشب الاصلي ولمعه الخشب، لان هاي لونها على احمر، هي لون الخشب كذي. هذه لان الخشب للحين مو ناشف. اوكي. في رطب، في ماء داخله. نفس الشيء طبعا الاخشاب تختلف، هذه الكينه وهذه البرهامه، طبعا هم نفس العائله تقريبا، وكل شير الكويت يعني. وايد عندنا شير وايد حلو يعني بالكويت عندنا. هذه كانت اقصى واحده اللي استخدمتها اللي فزت فيها بمهرجان القرين. كانت شديده الصلابه. اي لانها ناشفه وايد كانت. اي ناشفه، يعني صار لها تقريبا سنه. ايش كثر استغرقت معك؟ اسبوع تقريبا. اسبوع؟ اي اكثر من اسبوع، كم يوم كذي. بالسي في اللي شفناه في بدايه اللقاء عرفنا ان لك يعني اعمال ايضا موجوده في بعض المتاحف وبعض الدول وبعض الميادين، يعني اللي موجوده في الدول المجاوره، يعني شلون يتم هالشيء هذا؟ طبعا هي يعني علاقات. اوكي، يعني بيننا وبين بعض كنحاتين في الدول العربيه او الخليج او دول العالم يعني. حلو. فلما بيصير ملتقى عندهم يقولون احنا مثلا نبي من العرب، اوكي، فيدورون منو عندهم، اوكي عندنا فلان 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 من الدوله كذا من الدوله كذا، فيصير تبادل بيننا وبينهم، بيننا وبين بعض يعني. يعني ان شاء الله احنا بيصير عندنا سمبوزيوم ان شاء الله قريب ان شاء الله. نفس الطريقه اللي دعوني ادعيهم، اللي ما دعوني مثلا ندعيهم مره ثانيه. فكذي تصير العمليه، او ان جهات من حكوميه تصير يعني يدزون حق جمعية المتشكلة هني أو المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يتم ترشيح. فيتم ترشيح يعني. أي حلو، جميل جدا، أعمال جدا رائعة ومميزة وراقية، تليق بفنان راقي. الله يسلمك. يعني نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في معارضك القادمة، إن شاء الله. ومن جائزة لجائزة، من نجاح لنجاح بإذن الله. نورتنا بليالي الكويت وشرفتنا. الله يسلمك. مشكورين على اللقاء الحلو، ما قصرتوا. حياك الله. حياك الله. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم. نهاية الحلقة، خلصت حلقتنا اليوم أنا وغادة. مشاهدينا نشوفكم على خير إن شاء الله في الغد. بعد شوي مشاهدينا نشوفكم على خير، أنا وشيمان في الغد إن شاء الله راح نكون معاكم، ونختم أيضا ليلة عبد الحمال البعيجان بهذا اللحن الجميل، وفرقة ليالي الكويت. في أمان الله.